من اللي منا ما يذنب؟ من اللي منا ما يذنب؟ كلنا نذنب، الله يتوب علينا، كلنا نخطئ ونزل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. ليس هذا معناه إذن لنا للوقوع في الذنوب والآثام، إنما إخبار لنا أن رحمة الله وسعت كل شيء، فعد إلى الله، عد إلى الله. زليت ارجع بسرعة، ارجع ارجع، فعلت أنا سويت أمور، ارجع 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 إلى الله. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ارجع بسرعة، زلت رجلك روح المسجد بدلها، زل اللسان اقرأ القرآن بدلها، زلت العين افتح المصحف بدلها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. كل جارح سوت شيء غلط اقلب الغلط، شركيات اقلبها توحيد، بدع ومخالفات اقلبها سنة، آثام ومعاصي اقلبها طاعة.